السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال على الوورد وعايز تضيف معادلة معينة، ممكن تروح الاكسل وتقعد تعمل معادلة وبعد كده ترجع كوبي انا بفضل صراحة ان انا اكتبها جوه ملف الوورد. ازاي اكتبها جوه ملف الوورد؟ اروح لي انسيرت واروح لي كويك بارتس والاقي حاجة اسمها فيلد، هتلاقي حاجات كتيرة جدا هنا. ممكن ياخد معلومة مثلا زي اسم الكاتب، ياخدها اوتوماتيك من الملف الوورد او كده، يعني في حاجات كتيرة جدا هتلاقي هنا. ما يعنيني في الفيديو بتاع النهارده عشان ما نطولش، اللي هو الجزء بتاع المعادله. فهتبدا بقى تكتب المعادله بتاعتك، وليكن مثلا 5 في 9 زائد 14 ناقص يعني خليها مثلا 3، تمام. وبعد كده المعادله اللي هتخرج ديت هنعمل لها قصور او مش هنعمل لها قصور، او هناخد الارقام الكاملة، تمام، واقول له اوكي. فجاب لي المعادلة بالشكل دوت، بس ممكن نكون محتاجين بس ان احنا نظبط التنسيق بتاعها. فبقى المبلغ موجود اهوت. طيب لو انا عايز ادخل اشوف المعادلة ديت، ممكن تيجي هنا تدوس هنا رايت كليك وتقول له دجل اند كوتس، فيبدأ يظهر لك بالشكل دوت. ممكن نغير مثلا رقم 4، ممكن نغير 14، نخليها مثلا 24. وبعد ما خلصت تدوس برضو وتقول له تاجل اند كوتس، فيبدأ يجيب لك الرقم تاني.